الحمد لله الاكسبيرينس ان جابان كانت الحمد لله ناجحه من ناحيه الدراسه، يعني كل شيء تمام طالما في اللابوراتوري وتشتغل على حالك. من ناحيه الحياه في اليابان كستودنت، صحيح باش تكون تجربه مختلفه، خاطرك باش تمشي البلد مختلفه على بلدك، فكل شيء باش يكون جديد، اما في نفس الوقت باش يكون ممتع. مثلا باش تلقى برشا انترناشونال ستودنتس، باش تعمل علاقات مع الانترناشونال ستودنتس في نفس الوقت الجابانيز ستودنتس. من ناحيه الاكل باش تجرب، يعني اذا انت عندك القابليه انك تجرب حاجات باش تكتشف برشا يعني المطبخ الياباني. في نفس الوقت كحياه في اليابان انك يعني تو سامبلومون تاخذ البايك نتاعك وتمشي في الطبيعه الكونتري سايد. يعني الحياه في اليابان انا صراحه ما كنتش متوقع هيك، كنت متوقع مثلا كيمونو وهيك، يعني بس الحياه ياسر باهيه وفي نفس الوقت امنه، يعني ما تخافش. انا شخصيا يعني نهز البايك تمشي تجي طالما تمشي في اماكن مونسه، يعني هيك فما ناس وامنه خاصه للبنات ونظيفه، ويعني تخدم اسبوع كامل في اللاب وبعدين في الويكند يعني تتغير المود، واحنا نقولوا تشارجي نفسك، يعني تشحن نفسك انك تواصل. ونشجع اي واحد يعني انتريسي انه يجي اليابان وما نخافوش من الاختلاف، بالعكس الاختلاف هذا باش تعلم برشا حاجات وانت زادت تكتشف في نفسك برشا حاجات، يعني تجربه هايلي ريكومندد. بخصوص اللغه اليابانيه اللي هي يمكن اهم سؤال تعرضوا له، انه ماشي البلد اللغه نتاعو هل انت قادر انك تحكيها تفهمها؟ صحيح على الاول باش تكون ياسر صعيبه، خاصه اذا انت ما عندكش حتى علاقه باللغه اليابانيه. مثلا فما شكون تلقاهم ياسر مهتمين بالانمي وهيك ويتعلموا اليابانيه، عندنا في تونس بداوا يتعلموا هكا وحدهم. انا شخصيا ما كانتش عندي فكره على اللغه اليابانيه، اما الحاجه الباهيه انه في الميكست يعني في السكولارشيب وفي كيوشو يونيفرسيتي ناخذوا كورسز دروس، فما شكون معناها دروس تكون اجباريه باش تكمل تعليمك كدكتوراه ودروس اضافيه، فيعني ما نخافوش من اللغه. واكيد انت يعني واحد واللي يتحمس ويتعلم زياده ويتعرف other Japanese friends تولي يعلمك انك you get used يعني تتعود على اللغه. وزاده بخصوص living costs يعني مستوى العيش والمصاريف، الحاجه اللي هي زاده انه الميكس سكولارشيب يعني الحمد لله تكفي، احنا في تونس نقول تكفي وتوفي، يعني تكفي المصاريف الكرا والمصاريف التنقل والاكل. وبالحق اذا انت يعني تجمعها يعني you can يعني تعيش بالباهي وتسافر وتاكل وتلبس، يعني لبس كستودنت تعيش مرتاح. هذو ما اهم حاجتين يعني اللغه والمصاريف.